هل تعلم من يأتي قريبا يحمل لك حبا وأمان؟ هل تعلم من ينزل ضيفا يزداد به قلبك إيمان؟ قد قربت أيام حلوله وتباد شهر القرآن، فتعالوا نفرح بقدومه ونقول ونقول هيا رمضان، ونقول مرحب رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، حديث اليوم عن أمر مهم، وهو المقصود من طاعتنا لله عز وجل ومن تقربنا إلى الله عز وجل. حديثي هو عن المحبة والشوق لله عز وجل، وهو ثمرة المعرفة بالله وثمرة القرب إلى الله. فإن العبد إذا عرف مقصوده في هذا الوجود أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وكيف المولى عز وجل يبادر بقبول هذا العبد ويوصله إلى مرتبة المحبوبية، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. فالمحبة لله عز وجل على نعمه. قال المولى عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أكرمنا الله عز وجل بنعم عديدة لم نكن نحن اخترناها، فنعمة الإسلام بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أكرمنا الله عز وجل بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن صرنا من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا موسى كليم الله عندما قرأ صفات رسول الله وصفة أمته قال: يا رب اجعلني من أمة أحمد، كما روي ذلك في الروايات. ولذلك أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ضعوا خطوط تحت هذه الكلمات المباركة النورانية: يحبهم ويحبونه. أي محبة هذه؟ أي ولاء؟ أي شعور من العبد عندما يحصل مرتبة المحبوبية عند الله عز وجل؟ لذلك يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ما الذي يوصله إلى هذه المرتبة؟ أنه أدى الفرائض الذي عليه، وأدى النوافل. وعلامة أنه يحب الله ويحب القرب إلى الله يؤدي النوافل، كنوافل الصلاة القبلية والبعدية، والأعمال التي هي فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينال درجة المحبوبية. فإذا نال درجة المحبوبية صار يسمع بالله ويبصر بالله ويمشي بالله، أي بما يرضي الله. وقد تحدث أهل العلم في شرح هذا الحديث: كل أتى بوجه حسب ما فهمه من كلام المولى عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا كلام الله عز وجل، ولكن كل يأتي بمعنى بما فهمه من معاني كلام الله جل جلاله وتعالى عظمته. ولذلك أحبتي في الله، يصير عبدا ربانيا في هذه المحبوبية. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ما الذي أوصله إلى هذه المرتبة؟
إنها محبة الله والتقرب إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، إننا قادمون على شهر عظيم، شهر مبارك، شهر ترتفع فيه الهمة وينال الإنسان رضا المولى عز وجل ومحبته. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر تجتمع فيها الفرائض كلها والنوافل، تجتمع فيها الصوم ويجتمع فيها الصلاة، ويجتمع فيها ذكر الله وقراءة القرآن والزكاة والصدقات، كلها هذه كلها قرب يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فما أسعد الإنسان المؤمن الذي يستعد أنه إذا جاء رمضان لا يخرج عليه رمضان إلا وقد صار في مرتبة المحبوبية عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عرف المقصود، المقصود من صيامه، المقصود من شهر رمضان، المقصود من تفضيل الله عز وجل الشهور والأيام والليالي والمواسم الخيرات كلها من أجل أن يفتح المولى عز وجل لعبده وسائل ليربح على الله عز وجل لا ليربح عليه. فإذا عرف العبد المؤمن مقصوده من شهر رمضان يتقرب إلى الله عز وجل حتى تناله المحبة. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبك وأحب من يحبك وأحب كل عمل يقربني إليك. نسأل الله أن يجعلنا من المحبوبين وأن ينظر إلينا ويبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية، ويصلحنا ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل تعلم من يأتي قريبا يحمل لك حبا وأمان؟ هل تعلم من ينزل ضيفا يزداد به قلبك إيمان؟ قد قربت أيام حلوله وتبادى شهر القرآن، فتعالوا نفرح بقدومه ونقول 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 في رمضان نكون جميعا ونعيش عيش الأحسان. أمتنا واحدة دوما ورجانا الملك ديان. نكون جميعا ونعيش عيش نفرح بقلبك.